بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. خرج الكافر، فإن الإسلام شرط في صحة العبادة وللنسائي. عن حفصة حق واجب على كل مسلم، هل تجب الصلاة على الكافر؟ هو يخاطب بها وهو مأمور بالإتيان بها، لكنها لو جاء بها هل تصح منه؟ لا تصح منه إلا مع الإسلام. نعم. خرج الكافر، فإن الإسلام شرط في صحة العبادة وللنسائي. عن حصة قال: رواح الجمعة، يعني لو تعبد الكافر حال كفره هل تصح منه؟ لا، ما تصح، حتى لو صلى وصام وزعم أنه مسلم، ما دام أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا تصح عبادته ولا يثاب عليها. نعم. وللنسائي. وللنسائي عن حصة قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وذكره ابن المنذر. كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ. حق واجب على كل محتلم، أي البالغ يجب عليه أن يصلي الجمعة. وذكره ابن المنذر إجماعا، والنصوص في ذلك شهيرة إلا أربعة بالنصب وما بعده بدلا منه. إلا أربعة، حق واجب على كل مسلم إلا أربعة أشخاص، أربعة أصناف. نعم. بالنصب وما بعده بدل منه، وإن رفع فخبره محذوف. أو على تأويل: لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة، أو إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ. وبين الأربعة، وبين الأربعة بقوله: عبد مملوك فلا تجب عليه، أشبه المحبوس بالدين. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء. انتهى. وهذا القول إحدى الروايات عن أحمد، وعنه: تجب على العبد وعليه أكثر أهل العلم، واختاره المجد وغيره. وقال: هو كالإجماع، وعبد وما عطف عليه يحتمل أن يكون منصوبا على البدل سقطت منه الألف، عن طريق على طريقة المتقدمين في عدم رسم الألف اكتفاء في مثله بالشكل، وله شواهد. ويحتمل أن يكون مرفوعا على القطع، أي هم عبد، لما تقرر إن البدل إذا فصل به مذكور وكان وافيا يجوز فيه البدل، وإلا تعين القطع إن لم ينوي معطوفا محذوفا كما هو معروف. وامرأة فلا تجب الجمعة عليها إجماعا، حكاه ابن المنذر وغيره، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة إن ذلك يجزئ عنهن، وغير العجائز لا يستحب لهن حضورها بلا نزاع. وتقدم ذكر ما يباح له منهن حضور الجماعة. أو صبي فلا تجب عليه إجماعا لنقص بدنه ورفع التكليف عنه، وكذا لا تجب على المجنون ولا كافر، بمعنى أنهما لا يقضيانها. وتقدم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، المخاطب بفروع الشريعة الذي ورد الأمر بأن يصلي، ورد الأمر بأن يزكي، ورد الأمر أن يقوم بكذا، هذا يشمل كل مخلوق، كل إنسان عاقل يجب عليه ذلك. لكن هل يصح منه لو صلى يقول: أبري ذمتي عن عذاب يوم القيامة، أصلي وأنا على كفري؟ نقول: لا، لا، هو مخاطب بفروع الشريعة، لكن لو أداها هل تصح منه؟ لا، لا تصح. فيشترط لصحة أداء العبادة الإسلام.
هؤلاء الأربعة من هم؟ العبد والصبي والمرأة والمجنون. المجنون لا يجب عليه لأنه لا يكلف، والمريض كذلك، المريض لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه عاجز عن أدائها. عبد مملوك والمرأة أو صبي أو مريض، وهؤلاء لأعذارهم لا تجب عليهم صلاة الجمعة. والجمهور على وجوب صلاة الجمعة لأحاديث غير هذا، والإمام أحمد رحمه الله عنه في هذا الموضوع روايتان، إحداهما وجوب صلاة الجمعة على العبد وغيره، على العبد وغيره، والقول الآخر لا تجب على العبد لأن الصلاة واجبة على المكلف على العاقل، والعبد مكلف فتجب عليه الصلاة، والمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة لأنها مشغولة بخدمة زوجها والقيام بشؤونه، والصبي غير مكلف صغير لا يتحمل التكليف فلا تجب عليه الصلاة، وكذا المريض لا تجب عليه صلاة الجمعة وإن وجبت عليه الصلوات الخمس فلا تسقط عنه بحال من الأحوال ما دام عقله باق وإدراكه موجود. امرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لأنها يشترط لها الخروج للصلاة، والمرأة لا يجب عليها أن تخرج للصلاة لأنها مشغولة بخدمة زوجها والقيام بما يلزم له، أو صبي والصبي غير مكلف فلا يكلف بالشيء الذي يتكلف به ويخرج من أجله، والمريض وتقدم أن المريض يعذر في صلاة الجمعة والجماعة. أو صبي، أو صبي تجب عليه فلا تجب عليه إجماعا لنقص بدنه ورفع التكليف عنه، وكذا لا تجب على مجنون ولا كافر بمعنى أنهما لا يقضيانها، وتقدم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. هو من خاطب بفروع الشريعة فهي لا تصح منه حتى يسلم، وتقدم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ولا مجنون، والمجنون كذلك لا يؤمر بالقضاء لما فاته لأنه غير مكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق من جنونه، أو مريض. نعم، أو مريض. وتقدم أن المرض المسقط لحضورها هو الذي يلحق صاحبه مشقة ظاهرة غير محتملة، رواه أبو داود. قال في المبدع إسناده ثقات، وقال الحافظ صححه غير واحد، وقال هو مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، وقال العراقي حجة عند الجمهور، وإذ قد ثبتت صحته فالحديث صحيح صحيح، وادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة، وسمي مرسلا لصغر طارق، ويؤيده ما رواه جابر وتميم الداري وابن عمر وأبو هريرة. سمي مرسلا يعني الحديث مرسل، والرسالة هذه مرسل من صحابي، من قبل الصحابي، فهو صحيح لأن مرسل الصحابي كالمرفوع من قبل التابعي، لأن المرفوع من قبل التابعي رواه التابعي عن الصحابي رضي الله عنه، ومرسل الصحابي في حكم المرفوع لأنه يرويه هو صحابي فهو ثقة،
ويرويه عن صحابي، والصحابة كلهم ثقات رضي الله عنهم. وسمي مرسلا لصغر وسمي مرسلا لصغر طارق، ويؤيده ما رواه جابر وتميم الداري وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم. وفي حديث أبي هريرة وأهل البادية وللطبراني من حديث ابن عمر: ليس على مسافر جمعة، وفيها دليل على أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم سوى من استثني إذا كان مستوطنا ببناء يشمل اسمه يشمله اسم واحد. ولو تفرق كالمدينة النبوية فلا تجب على كل مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان البلد محل استقرار، لكن هذه الجهة بخمسة بيوت، وهذه بها أربعة بيوت، وهذه بها عشرة بيوت، يعني كلها في حكم واحد، فهم يعتبرون في بلد واحد تجب عليهم صلاة الجمعة. أما إذا كان بين كل قسم وقسم مسافة بعيدة فلا تجب عليهم، لأنهم ما صاروا في مكان واحد. فالمدينة رضي الله عن أهلها ورحمهم كانت مجزأة في أول الأمر، هذا منزلة كذا وهذا منزلة كذا وهذا منزلة كذا من الأنصار، فكلهم يشملهم اسم المدينة واسم يثرب، وسميت المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإلا كان اسمها قبل الهجرة يثرب، فكان اسم للكل، ويثرب منازل، منازل هذه منزلة لهذا القسم من الأنصار، وهذه منزلة لهذا البيت من الأنصار، فهم يشملهم اسم واحد، فتجب عليهم صلاة الجمعة كما تجب على غيرهم، ولا تجب على مسافر. فلا تجب على كل مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير. اجتمع الخلق الكثير ومع ذلك لا يجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تجب صلاة الجمعة، فلم يكن يجمع بهم صلى الله عليه وسلم لا في مكة ولا في منى ولا في عرفات ولا في غيرها من البلدان المسافرين من سافر للحج. ومثل هذا من سافر لغير الحج لا تجب عليه صلاة الجمعة. ومن وجبت عليه انعقدت به، قاله الشيخ: ومن وجبت عليه انعقدت به، انتبه يا أخي، من وجبت عليه الجمعة، من وجبت عليه انعقدت به، قاله الشيخ وغيره، يعني إنسان وجبت عليه الجمعة وهي لا تجب عليه أصلا، لكنه حضرها فانعقدت به، يعني يتم العدد معه، يعني كان الذين حضروا مثلا 35 يصلون الجمعة، وحضر 5 مسافرون، فهل يتم لهم صلاة الجمعة على قول من قال لا تصح صلاة الجمعة إلا 40؟ تنعقد بهم، لأنهم وإن كانوا تمامهم بمسافر أو غيره. ومن وجبت عليه انعقدت به، قاله الشيخ وغيره: ويجوز أن يؤم فيها عند جماهير العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لصحتها منه. وقاله الشيخ وغيره: ويجوز أن يؤم فيها عند جماهير العلماء. هل المسافر يصح أن يصوم أن يكون إماما في صلاة الجمعة وخطيبا فيها؟ نعم يصح على رأي الجمهور دون الإمام أحمد رحمه الله،
فروي عنه في ذلك روايتان، إحداهما الصحة وإحداهما قال فيها لا تصح صلاة المسافر إذا صلى بالجماعة صلاة الجمعة. الجمهور على أن صلاة الجمعة تصح بالمسافر سواء كان إماما أو مأموما، وعند أحمد رحمه الله لا تصح صلاة الجمعة بالإمام المسافر، يعني إذا كان الإمام ليس مستقرا في البلد ليس مستقيما فلا تصح به صلاة الجمعة، وهذا خلاف الراجح. والمعمول به عندنا أن صلاة الجمعة تصح سواء كان مقيما أو مسافرا هو، واضح هذا؟ يعني واحد زار جماعة وهو مسافر عندهم زارهم زيارة، هل يصح أن يأمهم في صلاة الجمعة؟ نعم، إذا كان الخطيب مسافرا فتصح إمامته، ويجوز أن يأم فيها عند جماهير العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لصحتها منه وتجزئه بلا نزاع. من سقطت عنه لعذر كمرض وحضرها أجزأته وجاز أن يأم فيها إجماعا. نعم، لأن سقوطها كان عنه للمشقة السعي وقد زالت. قال ابن القيم في المسافر الاختيار، لأن الاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى تصلي الجمعة، حتى تصلى الجمعة ما لم يخف فوات رفقته، وإن كان من العذر إذا كان عليه ضرر فالله جل وعلا عذره، يجوز له أن يسافر، لكن إذا لم يكن عليه ضرر فلا يصح أن يسافر بعد صلاة الفجر يترك الجمعة، لا، وإذا سافر بعد صلاة الجمعة بعد أذان الفجر فإن له أن يصلي الجمعة في الطريق، فإذا صلاها أجزأت عنه، وإذا لم يصلها آثم على هذا القول. وإلا فالصحيح أنه لا يجوز السفر يوم الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة بعد زوال الشمس، لأن الشمس إذا زالت وجب على الحاضرين صلاة الجمعة، فهذا الذي سافر بعد الزوال وترك الجمعة يأثم لأنه ترك الواجب. أما إذا كان سفره قبل وجوب الجمعة فلا بأس عليه. قال ابن القيم في المسافر، قال ابن القيم في المسافر الاختيار ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى تصلى الجمعة ما لم يخف فوات رفقته، انتهى. ما لم يخف فوات رفقته، إذا كان له رفقة وهو ما يستطيع أن يسافر بدونهم ولا يستطيع أن يتخلف عنهم فله أن يسافر ولا بأس عليه. وإن كان من العدد المعتبر لها وقد كان يعلم أنها لا تكمل إلا به فيحرم، وإلا يكره، وإلا فيكره ولا يحرم. هذا على القول بأن العدد المعتبر الجمعة 40، فلا يجوز لأحد منهم أن يسافر من هؤلاء 40، لأنه إذا سافر ترك الجمعة، وهذا قول ضعيف في وجوب العدد 40، وإنما الجمعة تجب على المستوطنين في هذا البلد سواء كانوا 40 أو 30 أو 20، تجب عليهم صلاة الجمعة. وإن كان من العدد المعتبر لها وقد كان يعلم أنها لا تكمل إلا به فيحرم، وإلا فيكره ولا يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم.
هذا من فضل الغدو والرواح في سبيل الله، أنها غدو هذا الرجل لو غدا مع أصحابه لكان أفضل له من حضور صلاة الجمعة. وقال عمر: لا تحبس الجمعة عن سفر، لا تحبس الجمعة عن سفر، لا تحبس الجمعة عن سفر. يعني إنسان يريد أن يسافر وجاء حضرت الجمعة، هل يتأخر حتى يصلي الجمعة أم يسافر مع صحبه؟ قول عمر هذا رضي الله عنه على أنه لا يجوز له أن يتأخر عن صحبه ورفقته إذا كان عليه في ذلك مشقة. وقال عمر: لا تحبس الجمعة عن سفر، وكما لو سافر من الليل هذا إذا لم يكن أذن لها، فإذا كان أذن لها أذن لها إذا لم يكن أذن لها إذا أذن لصلاة الجمعة فلا يجوز السفر. وكما لو سافر من الليل فإذا أذن لم يكن أذن لها، فإذا كان أذن لها فيحرم، كما لو زالت الشمس حتى يصلي لتركه لها بعد الوجوب. وهذا مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال الطوفي: لا نزاع في تحريم السفر حينئذ لتعلق حق الله بالإقامة. انتهى. كما لو تركها لتجارة فإن خاف فوات رفقته سقوط وجوبها. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.